احنا هنا صوت واحد افريقي عشان العدالة المناخية، عشان يعوض الناس الشعوب الفقيرة التي تضررت من التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. نحب تمويل للناس هذوما، تمويل فيما يخص التكيف، الخسائر والأضرار، واحنا كذلك دعم للوفود المفاوضة في الكوب، هذه الوفود من الدول الفقيرة. المسيرة هنا بتنادي لقضية مهمة جدا وهي ضد العدالة المناخية. الدول الفقيرة في أفريقيا مظلومة جدا، لأنه المتسبب الأكبر في الانبعاثات اللي موجودة في الجو دلوقتي هي الدول المتقدمة زي دول أوروبا وأمريكا، بس اللي بيدفع الضريبة الأكبر هي دول أفريقيا. فهم بيطالبوا أنه يجيلهم تمويل مهم جدا علشان يقدروا يحلوا الموضوع. احنا هنا من كل أفريقيا مش بس مصر، عشان نوصل صوتنا يعني لحكومات مش بس مصر، وحكومات الدول الأفريقية وكمان العالم كله، ان احنا متأثرين وان احنا اكتر الدول المتأثرة، وان ده حق عليهم ان هم يدونا. دي مش يعني مش حاجة بيتي منهم، بس ده حق ان احنا لازم ناخد كلايمت فاينانس، ولازم ناخد لوس يعني لوس اند دامج فاينانس. فذاتس ات يعني، شكرا. نحن هنا للتعبير عن انفسنا. نريد أن نقول للعالم أننا أقوياء، لأن هناك الكثير من القضايا في القارة التي تسبب أقل التأثيرات السلبية على التغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه هي الأكثر تضرراً. نطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه كوكبنا، وخاصة تمويلنا وتعويضنا نحن الأفارقة المتضررون. إننا نريد ذلك في هذا الموسم، وهو السبيل لحماية مصالح القارة الإفريقية.